السلام عليكم ورحمة الله. آه ماما نعمل فيديو ماما، لكن قولي بابا يشعل هيك الفاز مش عالفاز. واخا واخا صافي، واخا مامي واخا. التليفون ما يا لو ماما دابا دايرة فيديو حبيبي، دايرة فيديو. السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيين؟ كلشي على خير؟ كلشي مزيان؟ شوفوا على منيضة البيضاء من البداية مزيون ما شاء الله. المهم البنات، جيت نهضر لكم في هذا الفيديو هذه. شت راسي غاديه في الطريق وانا نقول علاش لا ما نبروفيتيش نهضر لكم على واحد الموضوع اللي كتسولوني عليه بزاف، ودابا انا لقيت الوقت الكافي باش انني غادي نهضر عليكم عليه. الا هو شنو هو الموضوع؟ هو البنات اللي كيسولوني على واش نديروا اشا ديال موتريزاسيوني او لا اش نديروا للمدرسه. المهم البنات، انا غادي نعطيكم كل حاجه شنو كتعني، وانتم ديروا داكشي اللي غادي يسلككم. المهم صافي، المهم على سلامتي في ايطاليا لانني كنت جالسه عطله في المغرب، والحمد لله وصلنا على خير وبخير، اللهم لك الحمد. داكشي علاش المهم ما بقاش نغبر عليكم بحال الغبره اللي كنت غبره في العطله في المغرب، لان راكم عارفين في العطله خصك ضروري تكون حدا العائله وحدا الحباب وكل شيء عطيه وقته. اما دابا الحمد لله كاينه غير الوحدانيه فقط. المهم البنات، قلت لكم غادي نهضر لكم على الموضوع شنو هو الفرق ما بين المدرسه وما بين الموتوريزاسيون، شكون هو اللي احسن وشكون هو اللي ماشي احسن، وهذاك الشيء كامل بوين نتوما غادي تختاروا اشنو غادي ديروا. كل وحده غادي تختار داك الشيء اللي عجبها. المهم بالنسبه للمدرسه عندها مميزات، هي انك كتنفعك المدرسه. كيفاش كتنفعك المدرسه؟ هي انك ملي كتسجلي في المدرسه هي اللي كتكلف لك بكل شيء، اوكي؟ هي اللي كتكلف لك يا لالا بالامتحان، كديك نهار الامتحان كتكلف لك، كتجمع لك الوريقات، كدير لك لا فيزيتا ميديك، لا فيزيتا د العينين، يعني هي كتهنيك وتريحك. هي غادي في الطريق مهاودي، الله يعطيك الصحه، غير غادي خرج مساريني. برافو، خرج مساريني بشويه ليا سيدي، انا خارج مساري ومدنتنا وكنفيد البنات. ايوا هي بشويه لينا. قلت لكم البنات بالنسبه للمدرسه الميزه ديالها زوينه. نو 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 كراسي، الميزه ديالها زوينه هي انك كتهناي وترتاحي، ما كديري والو، كتسجلي فيها حتى كتعرفي راسك غتمشي دوزي الامتحان، اوكي؟ كاين البنات اللي كيستافدوا من المدرسه لان كيكونوا اساتذه زوينين وكيشرحوا مزيان وكيعطيو الخاطر. كاين البنات اللي ما كيستافدوش من المدرسه لان كاين شي استاذ اللي كيكون ما مسوقش، كيهضر بالزربه، كيهضر اون فيلوشي اون جينيرال وصافي، كيقول لك الله يعاون. يعني البنات نصيحه لوجه البنات اللي غيتقيدوا في المدرسه، يحاولوا يمشيو للمدارس اللي قدام واللي قدام اللي حداهم، اوكي؟ سيري للمدارس الا حداك مثلا شي ثلاثه المدارس ولا اربعه، سيري عندهم قول لهم دير بروفا الحصه الاولى ونشوف كيفاش دايره، وعزلي ديك الساعات نتيا المدرسه اللي عجبك مولاها في الشرح ولا مولاتها في الشرح، صافي. حتى هاد البوسيبيليتي راه داتها واحد السيده ومشات معها. انا صراحه ما عارفاش هاد الفكره، قالتها لي واحد البنت، قالت لي مشيت دخلت لاربعه المدارس وشفت شكون اللي تعجبني وعاد سجلت في المدرسه. واخا قالت لي كلهم ما كيعجبوش، ولكن كيبقى كل مدرسه وشنو كدير. يعني هذه نصيحه جديده غادي نزيدها لكم، هي انكم سيروا للمدارس القرابين قول لهم اييه انا باغا نسجل، ولكن بغيت بروفا باش نشوف راسي واش غنفهم، لان لا لينغو على قد الحال وداكشي وداكشي، وقولي له شي كلمه من هنا ومن هنا، مهم باش تدخلي راسك بوي غتعزلي المدرسه اللي بغيتي. غادي نوصيكم على واحد الحاجه الغلط اللي كيديروه الكثيرون والكثيرات، اللي هو اننا تا كنوجدوا في الامتحان تا كنوجدوا بروبريو هاد كنمشيو نسجلوا في المدرسه. هذه اون كوزا نون فابيني، لانني خصني نسجل في المدرسه ملي كنبدا نحفظ البيرمي، مي كنبدا نحفظ البيرمي وكنفهم شويه لي بازي كنمشي نسجل في المدرسه. علاش كنمشي نسجل في المدرسه؟ باش كيعرفوني بلي انا تلميذه قديمه معاهم، والنهار اللي كنبغي ندوز الامتحان كيرحبوا بيا وكيقولوا لي اييه مرحبا اجي دوزي. حيت الخطا اللي كيديروه الكثيرات وداروه معايا نيت وندموا، هي انهم تسالوا معايا الكتاب وعاد مشاو دوزوا الامتحان، مشاو بغاو يدوزوا الامتحان قالوا لهم لا سيروا حتى لدويميزي ولا تريميزي، حيت دابا عندنا بزاف البنات قبل منكم، بزاف الناس قبل منكم. ايه هاد الخطا داروا حيت ما كيسمعوش الهضره، كون كانت كيسمعوا الهضره ما غيضطروش يبقاو هما حافظين وكيجيبوا زيرو ايروري
وهكاك مع ذلك راهم كيتسناو في المدرسه تعطيهم شي بوست. شي بنادم اللي كان غادي للاوتو سكول يفوا نوي انوي غادي يدوز البيرمي باش يتقيد. لا ماشي الانوي، على الاقل يقرا الدرس الاول الثاني في الدار، ياخذ لي بازي ويمشي يتسجل. علاش؟ لان خاصو ضروري، خاصو ضروري تما من بعد غيجلس. لا ولكن راه بزاف الناس كيمشيو النهار الاول للمدرسه كتجيهم الهضره بحال الشينويه، ما كيفهموهمش كيفاش كيهضروا، كيزربوا عليهم. اوموان يقراو الدروس الاولين هكا، يستانوا بالفيديوهات القنوات هكا عرب، وديك الساعات ملي يجمعوا شويه الباجاج المعرفي بالايطاليا في البيرمي، ديك الساعات يمشيو للمدرسه يتسجلوا. انا كنت غنشد البيرمي على 3 شهور. مهم، هذه بالنسبه للمدرسه. قلت لكم المدرسه كتهنيكم من كل شيء. اما بالنسبه للموتوريزاسيوني، الموتوريزاسيوني انت اللي كتمشي تدفعي ورقك بوحديك، انت اللي كتدفعي دوسيك بوحديك، انت كديري فيزيتا بوحديك، داكشي حتى هو كديريه بالفلوس وكتدفعي لهم. الحاجه الوحده اخرى يعني كتبروفيتي انك كتنقصي عليك الخلاص ديال الموتوريزاسيون، الخلاص ديال لا تيوريا. اما بالنسبه للبنات تسجيل في المدرسه باش نكونوا متفقين، فيك فيك مادام تسجيل في المدرسه فيك فيك، يعني انت غتسجلي يا دابا يا من بعد. يعني واخا ديري موتوريزاسيون خاصك عاود تولي تسجلي في المدرسه على حساب لاكويده، لان ما يمكنلكش ديري السياقه دا سولا. اي لا تيوريا باي فارلا دا سولا، يعني بريفاتيستا كما كنقولوا، بريفات تهزي دوسيك تمشي دوزي امتحان، ولكن فيك فيك لاكويده. يعني انت ما كتشدي لا فوليا روزا من الموتوريزاسيون، مي كتنجحي ان شاء الله بحول الله، الله ينجحكم كاملين، كتشدي لك الفوليا روزا كتمشي بها للمدرسه وكتسجلي في المدرسه على اساس ديري معاهم لاكويده صافي. يعني انت بحال اللي غتبروفيتي غير غتنقصي عليك الا درتي الموتوريزاسيون، بحال غتنقصي عليك غير الثمن الموتوريزاسيون. نعم شنو بغيتي تقول؟ هذيك فوليا روزا كتمشي غير تما، وملي كتمشي لافونس كول هذيك فوليا روزا باش واكلو كيديروا لها فوليا روزا واحده اخرى على حساب. ملي كتمشي تسجلي عاوتاني في المدرسه كيمشيو هما كيكونفيرتيوها على حسابهم واحد النوفا. حتى انت درت لك موتوريزاسيون نيشان. ايه برافو، ها هو حدايا مولفعله. الوغ دابا انت من ديتي لهم الموتوريزاسيون، حيت راجلي درت له نيشان الموتوريزاسيون، حفظته غير في الدار وكل شيء. نعم كاين ما احسن من الاوتو سكول. ما كاين ما احسن من الاوتو سكول. واحد الحاجه البنات اللي تعرض عليها راجلي انا تفكرت، هي الميز العنصري. الميز العنصري في المدرسه بسببهاش، بسبب لا خليني نوضح هذه المساله هذه. عافاك غير هادي باش ما ننساش، حيت انا كننسى ملي كنبدا نهضر كننسى. الميز العنصري فاش هي من شافوه انه دوز بيرمي بوحدو ونجح وجاب زيرو ايروري ودار الموتوريزاسيون بوحديته وكل شيء، بقاو كيتعجبوا كيقولوا علاش زعما ما جاش عندنا حنايا من الاول. فهمتي كيتعاملوا معاه على اساس علاش ما جيتيش معنا من الاول حنايا، فهمتي؟ يعني كيتعاملوا معاكم حتى اللي كيتسجلوا في الموتوريزاسيون ما كيمشي للمدرسه يتسجل فيها باش يكمل لاكويده بالعربيه، تعرفت؟ كيتعاملوا معاه ماليسيمو. علاش؟ حيت كيقول لك علاش مشيتي نقصتي عليك هاد الثمن زعما ديالنا وحنايا باغيين داك الفلوس، وكيبقى يدير معاك ديما داك كيعاملك بحال المدلول، فهمتي؟ داكشي علاش البنات اللي غادي يدير واحد الماتيماتي واحد الحسابه كيفاش نقولها، تلفتينا سي محمد الشوني يدير هي داك اللي ما خدامه ما بغيناش في الدار. اما ضربتي الحسبه كتلقى راسك كتخسري اكثر من داكشي اللي غتخلصي في اوتو سكول. تبطلي نهار يومين خصك اوتو سكول خصك. لا حنا قلنا لهم، قلنا الميزات، قلنا الميزات المدرسه كتهنيك اختي من كل شيء، كتولي هي دير لك كل شيء. الميزات المدرسه انها كتهدا. اما مساكن الرجال اللي كيكونوا خدامين على وليداتهم وكل شيء ولا العيالات اللي خدامين، تكلف المدرسه دير لها كل شيء، احسن ما كل نهار تمشي تبطل نهار الخدمه فيه 60 اورو ولا 50 اورو ولا 4 د المرات. هي ما هي يعني التسجيل في المدرسه هو هذاك 5 ديال النهارات ولا 4 ايام ديال في الدار باش انك كتمشي تقدي امورك بوحدك في الدار. المهم البنات نتوما لكم واسع النظر، حنا حاولنا نبينوا المحاسن والمساوئ ديال كل حاجه، وكل واحد يختار داك الشيء اللي بغى صافي. يلا البنات نهاركم مبروك، خليتكم على خير، مع السلامه. السلام عليكم ورحمه الله. ان شاء الله الا ما كانت شي معلومه متضحه اكثر حاولوا تخليوها ليا في الكومنت، نزيد نوضحها لكم في شي فيديو اخر. اللهم يسر.